كان من الأساس أن إعادة فتح وجهات اللي اضطرينا إلى إغلاقها خلال فترة الجائحة. اليوم وصلنا تقريبا لما يعادل 80% أو 90% من عدد الوجهات اللي كنا نسير لها رحلات قبل الجائحة. راح تستمر هذه الاستراتيجية خلال السنة المقبلة بفتح المزيد من هذه المحطات، بنوصل إلى حدود 100% مع نهاية سنة 2023 إن شاء الله. ماذا عن الأسطول؟ ماذا عن أسطول مجموعة طيران الإمارات؟ طبعا الاسطول عندنا اليوم الطائرتين الرئيسيين اللي هي نوع الطائرات الايرباص 380 وطائره البوينغ 37. كل طائرات البوينغ شغاله، عندنا الطائره 380 في حدود 85 طائره رجعت الى الخدمه، وهناك في مخطط لاعاده اشغال الطائره الثانيه اللي هي تحتاج تخضع الى صيانه قبل ادخالها الى الخدمه. أما بالنسبة في الأسطول في المستقبل، أنهينا التجهيزات والتصاميم واختيار المعدات لاستلام هذه الطائرة إن شاء الله في شهر أغسطس من سنة 2024. كما نعلم بسبب جائحة كورونا العديد من شركات الطيران العالمية قد نوعا ما قد أخرت تسليم الطائرات المنوي شرائها من مجموعة طيران الإمارات، أين وصلتم بالنسبة إلى هذا الموضوع؟ هل بالفعل هناك تأخير؟ وإلى أي مدى من الممكن أن يؤثر؟ طبعا التأخير الكبير اللي واجهناه هو تأخير استلام طائرات البوينغ 37X، وهذا كان سببه التأخير من قبل الشركة المصنعة. توصلنا معهم على اتفاق معين الحين، وراح نقوم باستلام هاي الطائرات في شهر يوليو من سنة 2025. كم طائرة تقريبا؟ الطائرات العقد اليومي 115 طائرة من هذا النوع من الطائرات. مؤخرا قامت مجموعة طيران الإمارات بمبادرة غير مسبوقة أو تجربة غير مسبوقة فيما يتعلق باستهلاك كامل بنزين أو وقود طائرات 100% نظيف. إلى أي مدى من الممكن أن يؤثر ذلك بشكل إيجابي على قطاع الطيران حول العالم بشكل عام وطيران الإمارات بشكل خاص؟ طبعا هذه التجربة اللي قمنا بها باستخدام الوقود البديل 100% على نوع واحد من الطائرات عطتنا الثقة والتقنية اللي نحتاجها لطيران الإمارات كشركة طيران، وكذلك الشركات المصنعة من المصنع المحركات والهياكل. بعد قيامنا بهذه التجربة راح نقوم الحين بشراء بعض من هذا الوقود المتوفر في بعض المحطات الخارجية لاستخدامه على بعض طائراتنا. طبعا التكلفة هي تكون أقل أكثر، بس بالنسبة هذا الطيران الإمارات يعتبر قرار استراتيجي لتمكيننا من تقليل وللمساهمة من تقليل بعض الانبعاثات. كيف من الممكن الموازنة ما بين يعني الحد من التكاليف التشغيلية كما تفضلت ربما يكون أغلى نسبيا، ولكن هنالك يعني تنمية مستدامة إذا صح التعبير، ولكن على المدى القصير كيف من الممكن لمجموعة طيران الإمارات أن توازن هذا الموضوع؟ صعب بالوقت الحالي الموازنة أكثر ما هو استثمار في هذا المجال وتنشيط ومساعدة الشركات المصنعة لتصنيع كميات أكبر. فهذه كانت مساهمة طيران الإمارات التشجيع وكذلك استخدامه على هذه الطائرات اللي قمنا بالتأكد من قدرتنا لاستخدام هذا الوقود. ما هي التوقعات لعام 2023؟ 2023 راح تكون سنة إيجابية. أعتقد مثل ما توقعنا قبل، الطلب على السفر راح يكون في زيادة. المبادرات واضحة بدأت لنا من قبل عدد الحجوزات اللي لاحظناها من قبل زبائننا المسافرين. راح الانتعاش في قطاع السفر راح تكون مستمر، وهناك الشركات راح تستفيد بدون شك من هذا الطلب على السفر.
ثانيا أسألك سؤال فيما يتعلق بالوجهات، وخصوصا مع فتح الاقتصاد الصيني أو الحدود الصينية، إلى أي مدى ممكن أن يدعم العمليات التشغيلية لطيران الإمارات من جهة، وما هي الوجهات الجديدة المتوقعة خلال عام 2023؟ السوق الصيني سوق كبير وكان مغلق منذ فترة كبيرة، فمجرد ما نبدأ تسجيل رحلات على هذا الخط راح يكون هناك طلب مستمر. نحن غيرنا رحلاتنا ولا زدنا من عدد رحلاتنا إلى مدينة غوانزو إلى 7 رحلات يوميا، وهناك في شهر مارس راح أزيد رحلات إلى بكين وشنغهاي إلى 7 رحلات يوميا لكل جهة. فالسوق الصيني سوق واعد وهناك كمية من المسافرين محتاجين لهذا التواصل.